السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة البيتوفور الاقتصادي. عملنا مع بعض قبل كده البيتوفور الدايب بيه الزبدة، هنشوف طريقته النهاردة بيه الزيت. اتمنى الوصفة تجربوها وتعجبكم. في بولة هضيف نص كوباية من السكر العادي، هضيف عليه حبة بيض كاملة. البيتوفور دايما بيبقى بصفار البيض، لكن علشان هنا في الوصفة مش مستخدمين الزبدة فهعوض ده ببيضة كاملة. هضيف عليهم بعد كده الفانيليا وهخلط بيه المضرب لحد ما يبقى اللون فاتح. كده تمام. بعد كده هضيف عليهم 3 معالق كبار من الحليب ونص كوباية من الزيت، هخلطهم بيه المضرب وعندي 1.5 كوباية من الدقيق. هضيف الاول حوالي نص الكمية، هضيف عليهم 1/4 معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. يدوب بس كده هخلط المقادير من غير خلط زيادة عن اللزوم، هقلبهم بس كده مع بعض بالمضرب، وبعد كده هستغنى عن المضرب وهضيف باقي كمية الدقيق وابدأ اقلب بالسباتيولا او بالمعلقة. ما ينفعش ان انا اخلط بيه المضرب كتير علشان ما ينشفش معايا البيتوفور بعد كده، لان احنا اصلا مستخدمين بيضة كاملة، فالبيضة الكاملة بيديني في الاخر طعم قريب من البسكوت، ما بيبقاش دايب الطعم في الاخر، بيبقى مش دايب زي البيتوفور اللي بالزبدة. الوصفة دي بيديني نتيجة في الاخر ما بين قوام البيتوفور والبسكوت، والطعم برضو بيبقى ما بين البيتوفور والبسكوت، ان البياض عندي بيديني طعم هش وقرمشة شوية ليه العجينة، فمش بتبقى دايبة زي اللي بالزبدة. انا حبيت بس اوضح النقطة دي علشان في الاخر نبقى عارفين الوصفة كويس قبل ما نجربها. بعد كده لو حابة تستخدمي الكاكاو او نضيف الكاكاو، هاخد حوالي 1/3 الكمية وهضيف عليها معلقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام الغير محلى مع معلقة صغيرة من الحليب ونص معلقة صغيرة من الزيت. هخلطها كويس مع بعض لحد ما يديني القوام ده زي قوام عجينة البيتوفور. هنحطها في كيس القمع، وده عندي نوع القمع اللي انا هستخدمه. وبعد كده في صينية على ورق الزبدة هبدأ اشكل حسب الحجم والشكل اللي انت عايزاه. الوصفة بسيطة ومش مكلفة خالص، والطعم قريب جدا من البيتوفور، طعم حلو جدا لكن بيبقى فيه قرمشة شوية قريبة لطعم البسكوت علشان مستخدمين بيضة كاملة. ده عندي الشكل اللي طلع عندي بالقمع ده، او بشكل القمع ده بيديني الشكل ده. كنا برضو عملنا قبل كده فيديو تشكيل البيتوفور من غير قمع ولا ماكينة ولا كيس حلواني، فلو حابة تشكليه بالطريقة ديت ان شاء الله لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. طريقة سهلة جدا وبسيطة لو مش حابة تستخدمي القمع. وبعد كده لو حابة تعملي فتحة بسيطة فوق او فجوة بسيطة، دي بيديني شكل حلو جدا وقت التقديم، بنضيف فيها صوص شوكولاته لمجرد بس الشكل الحلو في التقديم. فلو انت حابه تعملي الخطوه دي، بندخلها الفرن يكون سخن على درجه حراره 170 او 180 لمده 10 دقائق. ده عندي هنا الاول صينيه الشوكولاته. بعد ما بندخلها الفرن، اول ما بنلاقي الارضيه بدات تتحمر بنشغل الشوايه لمده ثواني بس، يديني تشهير خفيف للوش. وبعد كده بنطلعها من الفرن وبنسيبها تبرد تماما في الصينية قبل ما نشيلها. فده عندي الكمية اللي طلعت عندي من 1.5 كوباية من الدقيق. لو حابة بعد كده تحشيها بالنيوتيلا او المربى، انا حشيتها هنا عندي بشوكولاتة النيوتيلا وزينتها بخليط من المكسرات او جوز الهند، وعملت فوق عندي هنا الفجوة اللي كنا عاملينها، سيحت شوكولاتة على البخار وضفتها في كيس ثلاجة وبدأت اعمل منها نقاط كده على الوش، بتديني شكل حلو جدا في التقديم. فده كانت وصفة النهاردة، اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. الطعم بتاعها ما بين البيتوفور والبسكوت بس طعمها حلو جدا، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشرفوني دايما برأيكم في التعليقات. كل عام وانتم بألف خير، مع ألف سلامة.